الموضوع زي ما نوهنا أنا وكريم في بداية الحلقة، يعني أعتقد شيء كومن لناس كتيرة جدا ويمكن شعوب كتيرة جدا، وهي فكرة هنا الإحساس بالخمول وعدم التركيز، لأن ده شيء بيبقى ليه كذا أسباب كمان أو كذا سبب. بتبقاش عارف هل الخمول اللي عندي ده ليه علاقة بشيء نفسي، الكسل اللي عندي ده ليه علاقة مثلا بموضوع معين شاغل بالي، ولا القصة ليها حاجة عضوية في الأول وفي الآخر ولازم أعمل تحاليل، أو في نقص في الفيتامينز في الجسم. ليها أسباب كتيرة جدا، ولكن هو بيبقى شعور في الأول وفي الآخر كومن ما بين ناس كتيرة جدا وكمان على مختلف الأعمار. احنا عايزين نعرف في الفقرة دي ازاي ممكن نواجه ده، وكمان تفاصيل أكتر، وازاي ممكن ان انا أحسن حياتي، وفكرة المكمل الغذائي ازاي ممكن يضيف لي كل ده. خلينا نعرف يعني أكتر مع ضيفتنا العزيزة دكتور دينا أبو السعود. بونجور بقى. بونجور يا حبيبة قلبي. والله بتنورينا كل أسبوع، وموضوع أهم من التاني. وبجد فكرة هنا الحديث عن الخمول والكسل اللي هو بيصيب تقريبا كل شخص، حتى لو مش بيصيبه بصفة مستمرة، لازم من فترة لفترة تحسي ان انت عندك مش قادرة اعمل حاجة. نصحى اوقات الصبح كده النهاردة مش يومي، او مش قادرة اتحرك. فايه القصة ده، راجع اصلا لايه؟ الخمول والكسل نتيجة اسباب كتيرة جدا. احنا اولا لازم نعرف ندير طاقتنا، ولازم يبقى عندنا نشاط. صعب قوي لما يبقى شاب ولا بنت في الثلاثينات ما عندهاش نشاط. هي لازم يبقى عندها نشاط. صعب ان سيدة اكبر شوية عندها اولاد وبتشتغل ولازم تاخد بالها من بيتها واولادها وجوزها وما يبقاش عندها نشاط. الاسباب الخمول والكسل راجع لحاجات كتيرة جدا. اولا لازم ننام كويس. اكيد لو انا بنام 4 الصبح واصحى 8 عشان اروح شغلي، اليوم كله بايظ. او العكس بقى، انك تنامي كتير جدا. بالظبط. انا بقى من الناس دي، انا ممكن اقعد نايمه 20 ساعه عادي وابقى عايزه انام تاني والله. بس هو لا، هو ده كم يعني كل حاجه ليها فعلا مساوئها، لان ما ينفعش طول الوقت نبقى نايمين. مهم قوي نلعب رياضه. احنا جايين ننام، انا جايه انام. يعني بتيجي بعد كده ما بتعملش حاجه في دنيتك. لا بس فعلا احنا بنهزر، بس الموضوع فعلا حقيقي. لا والنوم الكتير اصلا بيجيب خمول. فانت دايره واحده. طبعا يعني لازم ننام بالليل، ما ننامش الصبح. الصبح ده للشغل وبالليل للراحة. ولازم نلعب رياضة. الرياضة بينشط لي الجسم وبينشط لي المخ وبينشط لي الأعصاب. عندنا كمان، أنا طبعا بتكلم على مشاكل الخمول مش نتيجة لمرض معين. لأن في أمراض بتعمل بالزبط خمول. بالظبط، وضحنا فعلا النقطة دي. يعني أمراض الكبد بتعمل خمول، أمراض الغدة الدرقية، أمراض القلب، مرض السكري او مرض السكر، كل ده بيؤدي الى خمول. فلازم نبقى عاملين التشيك اب وعارفين ان احنا سلام من الامراض دي. اوكي. فبيبقى يا اما نقص نوم، القلق والتوتر برضو بيخليكي على طول مش مركزه كمان، يعني خمول وعدم تركيز، واكيد سوء التغذيه وكثره الافراط في التدخين. وسوء التغذيه في حاجتين مهمين قوي. مشروبات الطاقه، ما ينفعش ان احنا نفرط في مشروبات الطاقه. يعني ما ينفعش ناخد مشروب طاقة 5 6 7 مرات في اليوم. لا ده كده انتحار. انتحار. ده ايه ده؟ انتحار. وما ينفعش اعمل اكسس للكافيين. دي حاجة. لازم نشرب مية كويسة قوي، لان لازم اعزز الدورة الدموية. ولازم اكل اكل فيه فيتامينز بتعليلي معدل الايض وبتعليلي التمثيل الغذائي، وتقدر تحولي الاكل اللي باكله الى طاقة. من اهم الفيتامينز دي فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. يعني الكوبالامين مهم قوي. كومبلكس عشان نفهم الناس، اللي هو احنا بنتكلم عن فيتامين بي بمشتقاته كلها، يعني كامل. بالظبط. فده متوفر في الب مالتي فيت. الب مالتي فيت. الب مالتي فيت من المكملات الغذائيه المفضله لدي انا شخصيا، لان الب مالتي فيت صعب قوي انك انت تلاقي مكمل غذائي لم يملك كل الفيتامينات من فيتامين بي. ممكن يبقى فيه مثلا فيتامين بي 1 و2 و3 مش موجود ال12. طب ال12 مهم جدا، وصعب ان انا اعرف اخد كذا فيتامين في يوم واحد. اولا هصرف فلوس كتير قوي وهتنسى وحاجات كتيره. بالظبط. الب مالتي فيت رائع. اولا واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، وطبعا بيبقى تحت اشراف وزاره الصحه، وموجود ومتوافر في كل صيدليات مصر، مش بس في القاهره. احنا موجودين في القاهره وموجودين في خط الصعيد كله. كنت معانا الاسبوع اللي فات، قلت لي تحديدا على موضوع الصيدليات المختلفه ان انتوا هتبقوا في كل المحافظات، ده فورشور، بس لسه التوزيع في الصيدليات اللي في كل محافظه كامله لسه فيها كلام. طبعا. الموضوع ايه دلوقتي؟ خلاص بدانا يعني نعمل التوزيع المطلوب، يعني لان الطلب عليه اصلا. عايزه اقول لحضراتكم على حاجه، لان كان في حد بعت للبرنامج
البرنامج كان بيسأل، الأرقام على طول مشغولة، دي حقيقة، بس الأرقام كانت على طول مشغولة لأن ناس كتير جدا كانت مش لاقية الدواء في الصيدليات الفترة اللي فاتت، بتكلم من تقريبا 3 أسابيع، وكانت بتحاول إن هي تحصل عليه من خلال الأرقام. لكن دلوقتي أي حد هيتصل الأرقام متاحة، تقدروا إن أنتوا تتكلموا، تقدروا إن أنتوا تحجزوا الدواء، تقدروا إن أنتوا تستفسروا عن كمان الأفرع المختلفة، فيعني مفيش أي مشكلة خالص عشان برضو الناس تبقى عارفة النقطة دي. عايزة أقول يا نهاوند، إحنا الكول سنتر بتاعنا شغال 24 ساعة، بيبقى أكيد وقت الحلقة ضغط رهيب جدا. بالظبط. اللي لقى مشغول يرجع يتكلم تاني بين الحلقات، بيبقى الضغط قليل شويه. حلو. وشغالين الجمعه، احنا ما عندناش يوم اجازه وشغالين حتى فتره مسائيه. طب نعمل ايه تاني؟ نعمل ايه تاني يا جماعه؟ تعالوا نقرا اسئله برضو بقى الساده المتابعين. في حد كان بيقول الشعور بالتعب والخمول، فقدان الطاقه، الاغرب كمان اننا ممكن نلاقي يعني شباب صغير في السن بيشتكي. عايزه اعرف من حضرتك نتصرف ازاي مع الحالات اللي زي كده؟ اولا طبعا لازم نبقى متاكدين ان كل الاعضاء سليمه، الكبد، الكلى، القلب، كل الحاجات دي سليمه. مهم قوي النوم اللي انا قلت عليه، مهم شرب الميه، مهم اكل بروتينات. البروتينات مهم. عايزه اقول لك البروتينات دي يعني انا من الناس اللي ما مش باخد بروتين ابدا، وعايزه اقول لحضراتكم بجد الموضوع في غايه الاهميه. يمكن دكتور دينا اتكلمت عنه اكتر من مره، لكن الموضوع مش عادي، بيؤثر على الهالات السوداء، بيؤثر على البشره، بيؤثر على فعلا الشعور بالدوخه، يعني ليه مؤثرات كتيره جدا. البروتين مهم للغايه، والبروتين الحيواني. يعني مثلا بيقولوا لي كتير، مثلا هوان لما قلت لي انت مبطله خالص اكل اللحوم، ما كلش لحمه ابدا، ما هي دي مشكله، لان الحديد وكده موجود في المصادر الحيوانيه اكتر من المصادر النباتيه. لكن نقدر نعزز بفيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا لامتصاص الحديد، عشان اكيد عدم كفاءه الدم بيخلينا زي ما قلتي فعلا الهوان، الدوخه المستمره، التعب الدائم، بروده الاطراف، يعني ايدي ورجلي تبقى مسقعه متلجه وانا في عز الصيف، الاكسجين ما بيوصلش، الصداع، الاكسجين ما بي... لان الحديد مهم قوي، الهيموجلوبين مهم قوي. طبعا الب مالتي فيت كمان، الشكل اللي احنا شايفينه على الشاشه او العلبه، المكمل الغذائي اللي احنا شايفينه على الشاشه يتواجد فيه ويتوافر فيه فيتامين سي عشان اقدر اعلي امتصاص الحديد. المعده ما بتعرفش تمتص الحديد بالقدر الكافي، بناخده فرس، ان هي الحديد اللي بيمتص بيبقى اسمه فرك، فموضوع التحويل من فرس لفرك بيبقى صعب. فانا عندي فيتامين سي بيعلي لي امتصاص الحديد، بلس ان الزنك بيعلي لي كفاءه المعده جدا، المعده بتحب الزنك، والزنك يتوافر متوافر قصدي داخل الب مالتي فيت، ومع الزنك النحاس كليتس، في فيتامينات بتشغل بعض. اوكي. الزنك لو متواجد ما فيش نحاس، هيبتدي ياخد النحاس من عندي من الدم، ويبتدي يحصل لي فقر في النحاس. النحاس مهم جدا لكل الخلايا بتاعتي، وبالذات الخلايا اللي بتتجدد، مهم للشعر، مهم للضوافر، مهم للكرات الدم الحمراء. عندي داخل قلب مالتي فيت طبعا انا عندي تراكيز، يمكن مكتوب ان الزنك 23.9. عندي هو اليوم محتاج الانسان قد ايه تقريبا من الزنك اللي هنتكلم تحديدا؟ من الزنك هو كفايه قوي، يبقى ان البرسنتج الموجوده اوريدي في قلب مالتي فيت. بس فيتامين سي عشان اعلي المناعه، ما عنديش مشكله لو اخذت منه 1 جرام كمان. عشان اعلي المناعه، احنا المناعه عندنا لازم تعلى، يعني اتس ا ماست. فانا عندي داخل قلب مالتي فيت 500 ملي جرام. مهم اقول للسيده الحامل ان الفوليك اسيد متوافر موجود داخل الب مالتي فيت، ودخله الكالسيوم. الكالسيوم مهم قوي. أوكي. الكالسيوم لو هتكلم على المعدل الطبيعي، البالغين بياخدوا 1000 ميلي جرام، انا عندي داخل الب مالتي فيت 70 كفايه، عشان انا ما بحبش ان الكالسيوم يعلى زياده عن اللزوم، ف 70 which is fine. لو هتكلم على الست الحامل تقدر تستخدم الب مالتي فيت، بس ممكن الدكتور بعد مثلا شهر خامس يقولها لا، خدي مثلا الب مالتي فيت ودعمي. ما هو ده مكمل غذائي، يعني ده مش اللي انت هتاخده وخلاص، فانت لازم بتاكل كويس وبتاخد المكمل الغذائي. فلو هو بيتكلم في 1000 وانت البرسنتج في الب مالتي فيت 70، فانت اوريدي بتعوض الباقي باكلك. بالزبط. يعني احنا بنحاول ان احنا نعلى بالبرسنتج على قد ما نقدر، عشان لو انت ما اكلتش الاكل السليم بالبرسنتج اللي كل حاجه محتاجها جسمك. بالظبط. مظبوط كده؟ مظبوط. حلو. نروح، لان عندنا اسئله بقى كتير. سهى عادل بتسأل سؤال على فكرة مهم جدا، هي عندها 27 سنة، بيطلع لي خصلات في شعري لونها أبيض، فهل ده ليه علاقة بنقص فيتامين؟ على فكرة دي حاجة يعني كتيرة صح. جدا. مع العلم ما عنديش حد من أهلي كده، يعني ما فيش وراثة، فالموضوع ملوش علاقة بالوراثة. ملوش علاقة بالوراثة.
ممكن يبقى عندها نقص في معدن النحاس. معدن النحاس مهم جدا لان هو اللي مسؤول على عدم الشيب المبكر للشعر او عدم ظهور الشعر الابيض. والنحاس موجود داخل قلب مالتي فيت ومعاه الزنك، لان النحاس برضو بيحتاج زنك معاه. فهي محتاجه ما دام هو الموضوع مش وراثي وما بتصبغش شعرها كتير، يعني مهم قوي نهتم بصبغات الشعر، يبقى امونيا فري، يبقى بارابين فري، والشامبوهات اللي احنا بنستخدمها تبقى خاليه من الحاجات دي، وتستخدم قلب مالتي فيت، هتلاقي تحسن في نمو الشعر الابيض لاحتوائه على الكابر. طب كويس جدا. منا ابراهيم، انا ضوافري فيها علامات بيضاء برضو، ده اي ثينك موضوع كومن، اغلب ضوافري، كنت عايزه اعرف ايه ده والمفروض ايه التحاليل المطلوبه عشان اعرف السبب، وبرضو هل قلب مالتي فيت ممكن يحسن لي الوضع ده ولا لا؟ مشكلة الضوافر مشكلة قوية جدا وشائعة جدا، وبنات كتيرة جدا بتعاني من الضوافر اللي بتتكسر، والضوافر اللي فيها تلاقي ألوان مختلفة كده، أورنج وأزرق وحاجات كل واحدة. لا أزرق دي بقى حاجة تانية، أزرق دي هيبقى باب اتقفل عليه، ده ما فيش نقص الأكسجين، فإن شاء الله ما يحصلش، ده يبقى توفى كده عشان نبقى فاهمين. لا احنا خلينا في الحاجات في البسيطة أحسن. أيوه، وفي الأبيض يمكن من 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 المشاكل دي بسبب نقص الكالسيوم. انت عارفه احنا كتير عندنا نقص في الكالسيوم، واول ما بلاقي ضوافري بتتكسر لازم اعمل توتال كالسيوم، لازم اعرف الكالسيوم نسبته قد ايه. ومهم كمان للضوافر البيوتين، البيوتين مهم للشعر، وهو بيوتين من احد مشتقات فيتامين بي 7، هو فيتامين بي 7. ومهم كمان الزنك والنحاس، انا على طول بقول الزنك والنحاس مهمين لاي حاجه بتتجدد. انا شعري بيتجدد، الشعر اللي احنا بنشوفه ده، دي اخر مرحله في الشعرايا، اضعف مرحله في الشعرايا اللي بتطلع، بتقعد 3 شهور وبتقع او بتموت، والهير فوليكل يطلع شعر تاني. فمهم قوي ان انا اغذي ضوافري وحتى بصيلات شعري بالبيوتين، وطبعا بالنسبه للضوافر الكالسيوم مهم جدا. اعتقد قلب مالتي فيت هيبقى مناسب ليها، زي ما احنا شايفين على الشاشه مكتوب مميزات المكمل الغذائي، انه اعلى تركيز في الزنك، انه يساهم كمضاد اكسده قوي. مضاد اكسده مهم قوي لان احنا جسمنا كله بيتاكسد، احنا وخلايا شعرنا بتتاكسد، خلايا بشرتنا قصدي، فلازم ادعم بمضاد اكسده لاحتوائه. يعني ايه بتتاكسد؟ معلش، بتتاكسد يعني العوامل الخارجيه، بيحصل بتعمل اكسده اوكسيديشن، يعني الجسم بيطلع حاجه اسمها الفري راديكلز او خلايا حره ملهاش مستقبلات في الخلايا، بتخش تدمر لي الخلايا وتعجزها لي بدري بدري. الله، ايوه ده فعلا. ليه كده؟ هنعمل بقى، ما هو عشان كده لازم نعوض بالانتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت مهم قوي، من اقوى الحاجات كمضاد اكسده فيتامين اي. فيتامين اي كمان بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. لو احنا بناكل دهون ضاره، واكيد بناكل، لا ده فرشور، دهون ضاره، الدهون الضاره لو انا ما عملتش على عدم الاكسده اكيد هتترسب على الزيوت والحاجات الجانك فود وكده، صحيح؟ الزيوت والجانك فود بالظبط، واللحوم المصنعه والحاجات دي كلها بتاثر بالسلب على صحه الانسان. فلازم استخدم انتي اوكسيدنت عشان امنع من اكسده الدهون الضاره. اكسده الدهون الضاره يعني كوليسترول، يعني ترسب على الاوعيه الدمويه. اعتقد قلب مالتي فيت داعم هايل كمضاد اكسده لاحتواء على فيتامين اي واحتواء على فيتامين سي. كويس جدا. طيب استاذ سميح ابو النور بقى بيقول انا بنهج وبتعب من اقل مجهود برضو. الاسئله النهارده كومن على فكره مع ناس كتير قوي، ومن وقت للتاني ضربات قلبي بتكون سريعه، فده سببه ايه؟ مع العلم انا مش بعاني من اي مرض او مشاكل في القلب. اوكي، ممكن قوي يكون من احد الاسباب عدم كفاءه الدم. لازم نعتني بدمنا، الدم مهم قوي لان الدم هو اللي بيوصل لي الاكسجين لكل الخلايا، هو اللي بي بي بيوصل الهرمونات من 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 الجلانز او من الغدد لمستقبلاتها في الخلايا. لو عندي عدم كفاءه الدم، لان يمكن نقص فيتامين بي 12 بيعمل عدم كفاءه الدم، فيتامين بي 12 الكوبالامين هو اللي بيولد لي خلايا الدم الحمراء. فاول ما ده بينقص بحس بتعب، بحس بضيق تنفس لان الاكسجين مش واصل، فبتعملي ضغط اكتر على الرئه انه يوصل الاكسجين، بتحسي بضربات قلب عاليه عشان يضخ الدم والاكسجين في كل في كل الجسم. أوكي. فبتحسي بالتعب والخمول، الاطراف اللي بقى هتلاقيه برضو تحس ان اطرافه على طول بارده، مش وورم، يعني مش واخده الحراره الكويسه، وهتلاقي بشرته شحبه لان كفاءه الدم عنده
مش بالكفاءه السليمه، فهتلاقي البشره شحبه وممكن الضوافر كمان بتتكسر مع عدم كفاءه الدم. كل حاجه سبحان الله مرتبطه ببعض، يعني عندك مشكله في نقطه ما في جسمك تلاقي اثرت بشكل كبير جدا طبعا. عندك نقص في فيتامين معين تلاقي اثرت بشكل كبير جدا على بقيه وظائف الجسم. سبحان الله بجد تحس ماشين ماشيه يعني بالتكافل كده مع بعض. طيب عايزه اروح معاكي السؤال، لان ده سؤال شخصي بقى، انا من المتابعين يا جماعه برضه مش انا من المشاهدين اسال. انا عملت تحليل دم امبارح السي بي سي وطلع عندي الكرات الدم البيضاء زايده، فايه الموضوع؟ وفي نفس الوقت برضو كمكمل غذائي انا محتاجه، ولا الموضوع ملوش علاقه ولا ايه؟ كرات الدم البيضاء زايده، انت بيبقى عندك من 4000 ل 11000، انت بعد ال 12 ويتشز اوكي، ممكن يكون عندك بعض الالتهابات البسيطه فعلت لي ال 12، ما بنقلقش منه، مش قلق لا يعني. لا اطلاقا. وطبعا تقدري تستشيري الطبيب اكتر يعني، بس 12 ما بنخافش منه، او ممكن يبقى عندك التهاب زياده فالمناعه عندك عاليه عشان تهاجم اي فيروس موجود. طيب طب طمنتينا ما تقلقيش. طيب انت كمان خلي بالك كمان 3 شهور او كمان شهرين لو جيتي عملتي سي بي سي وكده ولو الالتهاب قل هتلاقيها اوريدي بتنزل معاكي. طب كويس، بتنزل للنورمال الطبيعي يعني. كان في سؤال لاحد الاشخاص، يعني هم اصدقاء ليا او هو صديق ليا، كان هو عمره بالظبط 16 سنه وهو من العيله، يعني هو حد مليان جدا وسنه صغير 16 سنه، وبياخد اللي هي عارف حضرتك اكيد عارفاها اللي هي الادويه اللي زي الانسولين اللي هي بتسد النفس فترات طويله جدا. فكان بيسالني ان انا اسال حضرتك السؤال ده، هل ده بيؤثر يعني بشكل ضار على البنكرياس او ليه اثار جانبيه؟ وفي نفس الوقت هل ان هو محتاج مع الدواء ده ان هو بيسد نفسه فبالتالي ما بياكلش غير قليل جدا ياخد معاه مكمل غذائي وهيفيده ولا لا؟ هيفهم الدواء اللي انا بتكلم عنه اكيد. لا بس الانسولين ما حدش بياخده غير لو عنده سكر والولد صغير سكر. لا هو انواع بقت زي الانسولين بتتعمل شركات، يعني اقول اسمه لا 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 خلاص. بيسد النفس يعني بيشتغل على نسبه الانسولين في الجسم ان الحرق يقل فبيسد النفس. هو قلب مالتي فيت ما بيتعرضش مع اي دواء، على طول بقول كده. ولو هو مثلا التمثيل الغذائي بتاعه مش قوي وسرعه الايض مش قوي، الب مالتي فيت هيدعم له جدا التمثيل الغذائي وهيدعم له نشاطه. مهم قوي ان هو يعرف يدعم النشاط ولا يتعارض مع اي دواء حتى مع ادويه اصحاب الامراض المزمنه. يقدر يستخدمه 16 سنه، يستخدم كبسوله واحده في اليوم، دخله كالسيوم، دخله زنك، دخله فيتامين بي مهم جدا ليه، دخله النحاس، دخله كل الفيتامينات والمعادن، فيقدر يستخدمه بعد الفطار على كوبايه ميه كبيره، ممكن نقول بعد الفطار بساعه اوكي عشان ما يبقاش المعده مليانه. وهتلاقي كمان المود بتاعه اتحسن، اولا فقدان الشهيه اكيد موده مش حلو، الايض بتاعه مش حلو طول الوقت، بتلاقي لو حد عنده نشاط هتلاقي نفسه مفتوحه، بياكل اكل صحي وما عندوش مشكله في فقدان الشهيه. يمكن نقص الكالسيوم بيعمل فقدان شهيه، نقص الكالسيوم من احد اعراضه غير ان وجع العظم ووجع الفقرات وكده بيعمل فقدان شهيه، فيقدر يستخدم الب مالتي فيت هيلاقي الشهيه بقت احسن. لان ده بجانب طبعا لازم يروح الدكتور دايت، لان طبعًا السن ده سن صغير 16 سنه، الحجم اللي هو بيبقى صعب، مش عايزه اقول اوبيس بس اللي هو بيبقى زياده يعني غير يعني صحي. حرام بالزبط. في السن ده يعني بالزبط. لازم طبعا يمشي مع دكتور. دكتور دينا يعني اقول ايه، الوقت بيجري والله العظيم، لسه في اسئله كتيره بس الوقت بيجري. برضو دكتور دينا موجوده وتقدروا تبعتوا اسئلتكم على مدار الاسبوع طبعا على صفحه 10 صبح في الاهلي او دكتور دينا، واحنا الاسئله بنجمعها وبنعرضها يعني على الهواء مباشره مع حضراتكم. اشوفك ان شاء الله قريب ان شاء الله، وملف جديد برضو في غايه الاهميه ان شاء الله يا حبيبتي. الحلقه كده انتهت، شوف حضراتكم في حلقه جديده ان شاء الله 10 صبح في الاهلي. مع السلامه.